نبتدي بالقنبله. يلا بصوا هنعمل ايه. هناخد طاسه على النار، هنعمل خلطه الفول الاسكندراني. هي ايه خلطه الفول الاسكندراني؟ بصل وثوم طماطم، ادي بصل، وفي هجيب لكم الثوم حالا، بس الهون بس تقيل الواحد صايم. ده الهون اللي جدتنا عندهم. فلفل حراق وفلفل رومي، ويلا بينا تعالوا ناخد من الزيت السخن ده، زيت الطعمية اهو، ناخد شوية زيت هنا ونشيل ده على جنب، بقيت اقلق من الزيت السخن. طيب هنحط هنا البصلة وناخد الثوم، نرجع نحطها على الحرارة. اذا هنا هنبني طبق تاني، طبق فيه فول اللي حضرناه. هندي نكهة الفول الاسكندراني، وبتاكل في مصر أكلة اسمها بيض مدحرج، اللي هو الفاكرين عملنا قبل رمضان تايجر إكس. التايجر إكس كانت تايجر سكين إكس، أكلة أسيوية. البيض المدحرج هو بيض مسلوق تماما متدحرج بالسمنة، تبقى البيضة شكلها كده. اللي بيحبوش البيض المسلوق هيحبوا البيض المدحرج. شايفين متحمر تماما. هنا هحط الثوم والبصل مع الزيت، محتاجين نزود شوية زيت يدوبك بس يسخنوا من ما منغمقش البصلة. هنحط لهم شوية كمون وشوية ملح، زي فكرة الفتة بنعمل طبق جديد. القنبلة، نقلب البصل مع الثوم، نحط بقى الفلفل الحراق، الفلفل الرومي الأخضر والطماطم، ونسيبهم يتدبلوا شوية مع بعض. إذن فلفل رومي، فلفل حراق، ثوم، بصل، كمون والزيت. نزود فلفل حراق، نزود، هيعطشوا قوي تاني يوم. تمام، نقلبهم. دي أول جزء. الجزء الثاني أنا عايزة أخلط الطعمية، ممكن نخلطها بالطاسة دي. هناخد فول، تعالوا ناخد الفول من القدرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بناخد الفول من القدرة. حلو قوي شعور القدرة ده، واحنا حاطين تحتها شمعة والفول لسه دافي. طيب هناخد بقى يا اما طعمية يا اما العجة لو عندنا، هنكسرها ونخلطها مع الفول. ده أول جزء من القنبلة. هاتوا معلقة. اشمعنى يعني المطاعم بتعمل لنا اختراعات وافتكاسات وحاجات وبتبقى ترند، نعمل احنا من الحاجات اللي في البيت الترند. نقلبهم مع بعض. هنا مفيش ملح ومفيش أي حاجة، هنحط شوية ملح. نظبط الملح. ونطلع فاصل ونرجع نكمل القنبلة، ولو عندنا وقت ممكن نعمل فول بالبيض. استنونا. وحضرنا سفرة سحورنا، أول سفرة سحور في رمضان من مكونات بسيطة، فول، بيض، زبادي، طعمية. عملنا السفرة الحلوة دي، مش لازم بغلو المكونات أبدا، نعمل سفرة حلوة وفخمة بالاهتمام بالتفاصيل والطعم، وتتعمل الحاجة على أصولها. يلا نعمل القنبلة. هيا بنا. هنا حطينا الفول مع ملح وفرفتنا معايا إما الطعمية أو عجة الطعمية. تعال ننقلها بطبق التقديم. مش هينفع سفرتنا تخلى من البيض المدحرج، فهندخل هنا بقى مع الوصفة دي البيض المدحرج. كنا عملنا خلطة الفول الاسكندراني. تحية إلى أهل الإسكندرية، يعني ليها طابع خاص كمان، يعني رمضان في مصر حاجة تانية وفي اسكندرية كمان حاجة تانية. نعمل كده، وبعدين نقوم واخدين
البيض المدحرج، وحاطين واحدة كده عشان يبان انه البيض المدحرج، وواحدة كده، محافظين على الطعمية والفول والبيض وكل حاجة، بس بنبتكر بالبرزنتيشن وخلط النكهات اللي احنا عارفين انها اوريدي لايقة على بعضها. هنا عندي خلطة الفول الاسكندراني، هناخدها كده ونحطها في النص، متحبشة حراقة، طبعا ممكن تحكموا بالحراق زي ما انتوا عايزين. هنحط كمان عليها قطع، بصوا قطع الطعمية عشان تبان انه فيها طعمية، نوزعها بس بشكل حلو بالشكل ده. تمام، عايزة ارش رشة كزبرة ناشفة متحمصة بتليق قوي مع الطعمية، ففي طعمية جوه الفول بنزود عليها ده، وبما انه في طعمية جوه الفول هما شالوا الطبق من جنبي، بس انا متاكده انه انا عندي سمسم هنا، تيجي نحط شويه سمسم عليها من نفس النكهات اللي احنا عارفينها وحافظينها، والسمسم يعتبر مكسرات ومش غالي. نوزع كده السمسم، وهنحط شويه كزبره خضراء. قنبله ولا مش قنبله؟ نكمل القنبله ولا طحينه ولا نوطي طحينه؟ بصوا بقى and ترارارا. طبق القنبلة، فول بالطعمية والبيض المدحرج بالخلطة الإسكندراني، هنحط قدامنا ونحط آخر حاجة كله على السفرة.